أصلحوه وفصلوا راسه عن جسمه، ومع ذلك عاش سنة ونص من غير راس. هقولك إزاي تبقى ثري في سنة ونص بس. في حكمة كده بتقولك حفنة من الحظ خير من أي شيء آخر. حد سمع قبل كده عن معجزة الديك مايك؟ تعرفوا يا جماعة أن الديك ده ذبحوه وفصلوا راسه عن جسمه، ومع ذلك عاش سنة ونص من غير راس. مش هو ده غريب بس، لأ ده صاحبه يا جماعة استغل الموضوع ده وجمع من ورا الديك ده ثروة كبيرة جدا. سم الله كده وتعالى أقولك على الحكاية من البداية. سنة 1945 وبالتحديد في شهر سبتمبر خرجت كل الصحف الأمريكية تتكلم عن الديك مايك المعجزة، وتصدر الديك مايك عناوين الصحف العالمية كمان. هو في ايه يا جماعة؟ دي حرب عالمية شغالة، وده الحدث الأهم. انت عارف السبب في شهرة الديك مايك ده؟ هقولك أنا. في مثل كده بيقولك البعض يتلذذ بطعم العسل والآخر يتلقى إبر النحل. ده حال الديك مايك وصاحبه لويد أولتون. ضربة فاس يا جماعة بالخطأ طيرت راس الديك، بس العجيب في الموضوع ان الديك ده ما ماتش، والمعروف علميا ان الدجاجة بتفضل صحية شوية يعني بعد قطع راسها، لكن انها تعيش سنة ونص يعني 18 شهر، هنا بقى ده عجب العجاب، وده اللي حصل مع الديك مايك وبقى اغرب كائن حي على وجه الارض. طب حد يقول لي عاش ازاي؟ هقول لك انا يا حبيب اخوك. الديك مايك خرج من بيضة في شهر إبريل سنة 1945 وعاش في مزرعة صاحبه أولسون 5 شهور، وفي شهر سبتمبر من سنة 1945 في نفس العام قرر صاحب المزرعة ذبح الديك علشان يكون وجبة على عشاء كده ليه ولأسرته، وبضربة فاس يا جماعة غلط طير كل وش الديك على الأرض. وقتها لاحظ صاحب المزرعة إن الديك واقف زي ما هو، والعجيب إن الديك كان واقف ولا أكنه حصل له أي حاجة. الراجل في الوقت ده اتخض وخرج جري بره مزرعته، شك في امر الديك اللي رباه لا يكون في حاجه من اياهم. راح تاني يوم على المزرعه وهو داخل وركبه بتخبط في بعضها، ومفاجاه هنا بقى انه لقى الديك قاعد على الارض ولا اكن في حاجه حصلت له امبارح. الديك في الوقت ده صعب عليه جدا وقرر ان هو يعتني بيه لانه قاعد قدامه من غير لا راس ولا عين ولا بق ولا مناخير، وقرر انه ياكله ويشربه كل يوم علشان حالته اللي اتحزن دي، وبقى كل يوم بيشربوا لبن مخلوط بالميه كده بالشفاطه اكنه ابنه بالظبط. وفي يوم قرر صاحب الديك كده ان هو ياخده ويعرضه على فريق طبي علشان يعرف حالته ويعالجه، ولما فحصوا الديك علشان يعرفوا ليه ما ماتش لقوا حاجه غريبه جدا، لقوا انه حصل له تجلط في الدم غير متوقع، وقف نزيف الدم ومنع موت الديك العجيب، ولقوا كمان ان خلايا الجزع الدماغيه للديك كانت سليمه وودانه الشمال موجوده وشغاله عادي، وقالوا ان الحاجات دي يا جماعه كفيله انها تخليه عايش، وريشه كمان بيطلع زي ما هو وكمان بيقاكي وبينقر على الارض زي ما كان بيعمل في الاول. ومن هنا بقى الحال اتغير نهائي، وفجاه الديك ده بقى اشهر من نجوم هوليود نفسهم، وفخموه كمان وخدوا له جناح في اكبر فنادق الولايات المتحده الامريكيه. استنى، ده احسن انواع الذره كمان كانت بتتقدم له في وجباته على اطباق ذهبيه كمان. حضرتك بقى في الوقت ده علشان تقابله وتاخد معاه صوره كده بيتحدد لك ميعاد، وتاخد معاه كمان شويه فلوس كده حلوين عشان تاخد لك صوره معاه. صاحبه اتحول وبقى من اثرياء الولايات المتحده الامريكيه. ما في مثل كده بيقول لك الحظ ان كان حلو او وحش فهو معانا، لكنه بيروح للانسان الذكي وبيدي ظهره للانسان الغبي. الراجل شاف الديك بتاعه اتحول وبقى مخلوق غريب، استفاد من الامر ده اقصى استفاده وحوله لصالحه. حد تاني كان ممكن ان هو ياكل الديك ده او يرميه، بس الفرق بيني وبينه انه استثمر الامر وانا تجاهلته. وفي مثل تاني بيقول لك عندما تسقط الاموال من السماء يفتقد سيء الحظ حقيبته. الديك مايك خد عروض من قنوات ومجلات وصحف عالميه وشركات كمان، واتعمل له حفلات جماهيريه ضخمه جدا في كل امريكا، وعلشان تحضرها لازم تدفع 25 سنت، ودخل موسوعه جينيس للارقام القياسيه. الديك ده يا جماعه حرفيا غير حياه صاحبه بسبب ضربه فاس غلط. بس لما جه اليوم الموعود في التاريخ اللي انت شايفه قدامك دلوقتي حالا ده، مات الديك مايك مخنوق. في مرة هما راجعين من جولة سياحية وكانوا مستقرين في فندق، خرج صاحبه يجيب حاجة، الديك كل كام حباية ذرة كده وقفوا في زوره، على ما صاحبه رجع له ما كانش على قيد الحياة. بعد وفاة الديك مايك صاحبه خد جثته وسلمها لجامعة يوتا اللي شرحوا الجثة وحنطوها كمان. مش بس كده، دول كمان عملوا له احتفال سنوي
بيتعمل كل سنة في مسقط رأسه، شغال لحد وقتنا هذا، وعملوا له كمان نصب تذكاري في وسط الميدان. بس عايز أقولك إن مهما كان التفاهة اللي حكيته لك ده إلا إنه حقيقي، واللي عايز أوصله لك من الحلقة دي إنك ما تستهونش أبداً بأي حاجة تحصل حواليك، وفكر إزاي تحولها لصالحك. كل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.